والله العظيم والله العظيم يا كابتن شيشابانا ما حدش يقدر يلعب جديد. ماتش 6 ده اقسم بالله احنا لازم نقول احنا نكسب كام احنا. ايوه وحياه المصحف حالتنا كانت كنا عاليين قوي. هنكسب كام؟ 2 3 مش راضيين. امال لو ما كنتوش في مستواكم بقى بقول لكم. لا ما احنا يعني بص ما ده دليل على كلام الخضري ان مش شرط كويس وماتشات قالوا الزمالك خالص كان غير 12 ده ولا لو ما كنتوش في مستواك. لا خالص بيش. لا لا الكلام ده ما مش بقول لك كنا عاليين والله. ايوه طبعا كنا تيم جامد قوي. اه طبعا كان فرقه جامده. النادي الاهلي كسبنا 6 خد الدوري سنتها. لا والفتره دي كان الزمالك بيكسب. ممكن اساله سؤال بما انكم كنا عاليين قوي. الماتش اللي قبليه كان الاسماعيلي والزمالك 4 3 لمين؟ الاسماعيلي. ما هو الاسماعيلي خد الدوري. عاليين ايه ده؟ هو تاني لو الاسماعيلي عامل ايه مع الاهلي؟ يعني قبلها كنت بقول لكم عاليين قوي. 10 تجوان في ماتشين؟ بص عاليين ايه؟ امال لو مش عاليين؟ 10 تجوان في ماتشين؟ في مين؟ انت في دراسه والاهلي كان ايه؟ انت هتاكلنا والاهلي كان ايه؟ لا عامل ايه مع الاسماعيلي؟ لا الاهلي طلع كام في التدريب؟ مش عارف. الاهلي خسر الدوري. ما خدش حاجه. الاسماعيلي اللي خد الدوري. والزمالك خد الكاس. ها؟ طيب. يعني الزمالك السنه دي ايوه كنا من المحله لو تفتكر. عبد الحليم علي انا فاكر. كان البلديه او الغزل مش فاكر. انت كسبت 1-0. لا البلديه المحله المحله كسبت 1-0. والفرقه كانت كويسه جدا ومظبوطه ومن كتر غرورنا وان احنا عاليين قوي والله العظيم والله العظيم والله العظيم احنا ما كناش راضيين اصلا 2-0 قليل. لا هنكسب 2 لا مش كفايه. خدنا على وشنا عادي ده ما هو ده دليل كلام يعني كده كلام كابتن خضري مظبوط وكلامه مظبوط. ماتشات اهلي والزمالك ما لهاش مقياس. مش كويس يا نكسب. عم زمان والله برضه والله زمان. طب ماتش الكاس بتاع كابتن كهربا وزيد الفاول مين كان هيقول لك زمان عادي 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 ده زمان ده زمان خلاص. انا بقول لك كابتن شبانه بعد اذنك يعني النادي الاهلي يا جماعه بقى لي 3 ماتشات تقول لي اقول لك له دوري والله العظيم في كوكب تاني لوحده. او النادي الاهلي يقعد وخلاص هو واخد المركز الاول والفرق كلها تنافس على المركز الثاني. هو عشان عبد الجليل. طيب. عبد الجليل قال رايه. ما يقول رايه. رايه ايه؟ لا ده يعني مش رايه. هو مفرض رايه. لا مش رايه اصلا. مش رايه. لا ما هو مش عايز كده. هو مفرض رايه يعني هيكسب. خد الكاس ورجع. اخوك ده تنوع اراء في الاخر. على فكره عبد الجليل ممكن ما تشوفوش تاني. لا بعد الحلقه والله العظيم دلوقتي خلاص. ايه بس عايز تكسب حاضر هنكسبه. يا مين مش معنى كلامه ان الزمالك هيكسب. مش معنى كلامه. بس انا عايز اقول لك على حاجه. مش معنى كلام الزمالك هيكسب خالص. لا طبعا. لا طبعا. خالص. طبعا ماتشات القمه يعني في الاخر برضو دي ماتشات ممكن الماتشات الكبيره برضو يا كابتن ممكن حدث في الماتش يغير تركيبه الماتش فجاه. عشان خاطرك بس برضو لو جبت اخر سنتين ثلاثه يعني مثلا مع فيريرا. بس انا بقى اسمع بقى هنا بقى. اسمع بقى هنا بقى. ايوه مع فيريرا. لو تفتكر لما كان ماسك الزمالك لما خد دوري وكاس فاينل الكاس الزمالك كسب الاهلي 2-1 اعتقد. كان الزمالك افضل. لا لو تفتكر. لا المهم لو تفتكر اخر ماتشات ولما تعادل 2-2 مع كابتن سامي قمصان لما مشي هو التعادل ده جاب الدوري موسيماني. لا كان الزمالك افضل. انا اقصد الزمالك هو اللي راكب انه اخر سنه وبعد كده تاني سنه لما الاهلي كسب الزمالك مع كولر في السوبر كان الاهلي افضل. لا 2-0 في السوبر كان الاهلي افضل. يعني اقصد انه اخر سنتين شويه كده. لكن مع التدعيم عشان نتكلم بقى كلام الصديق. التدعيم بتاع مين بقى؟ يعني التدعيم بتاع الزمالك اللي في اللي تاني برضو نرجع تاني. لا معلش ايوه ايوه هيتعبوهم في لعيبه مؤثره. يعني هقعد عبد الله السعيد لما يلعب في قدام الاهلي في ماتش كبير وهو متعود على الكلام ده كان ممكن يبقى مؤثر. انا مش مقتنع الاثنين يلعبوا مع بعض. ولا انا نفسي فنيا. ولا انا يعني عبد الله مين قال لك ان عبد الله السعيد ممكن يلعب ماتش اهلي؟ لما فتوح يبقى موجود فورمه لازم يلعب. مين قال لك ان عبد الله السعيد مش هيلعب؟ لحظه بس يا طب لحظه بس الراجل من لا ما هو لو عبد الله السعيد بالماتشين اللي فاتوا دول هيبقى كده مش هيلعب ماتش الاهلي وهتشوف واسمع كابتن شبانه اللي انا بقوله ده. لو هو فضل كده والله العظيم الراجل ما هيلعب. ماله كده؟ معاه فنان يعني اقول لك لحظه اقول لك حاجه نتناقش بالراحه نتكلم ماشي ما انا هنتناقش بالراحه. لا غير الاماكن بالظبط. غير الاماكن النهارده انا بلعب الداخليه صح. الداخليه ده لو جت صنفها معناها الزمالك ليه مثلا ايه معلش الزمالك مستوى اول واحترامي للداخليه مستوى رابع. لما انا اللعيبه الثقيله اللي انا جايب عامل ترانسفير فيهم بقول صفقات وحاجات زي كده ما تبانش في ماتش زي ماتش الداخليه هتبان في ايه؟ انا شكلي هتعاطف مع كابتن عبد الجليل يعني عمال بص بص انا هقول رايي ولا ما اقولش؟ لا قول. لا ده بص هنا كل اراء. لا ده بيقول لي عايزين نبدل في الفرقه دلوقتي يا كابتن عبد الله السعيد مطلوب منه ايه؟ يلعب ال 90 دقيقة؟ لا 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 مطلوب يكسب الفرقة. لا ما كابتن انا شايفه في الملعب مفيش كورة بتطلع من رجله غلط حتى لو جنبه يعني بتدي له الكورة. هو انا جايبه عشان هيلعب كورة جنبه يا عبد الجليل. انت محتاج في الفترة دي يا بشير الفرقة محتاجة قصة في الملعب محتاجة حد قصة عشان يعمل ايه؟
يشغل الناس. طيب انت عارف مشكله الزمالك ايه في الماتش؟ الراجل مع الراجل بيزيد ويبدا يحفظهم ان هو عايز زحمه في نص الملعب. مشكله الزمالك اللي ما حدش واخد باله منها الدفاع. دفاع كوارث. والدفاع ده ممكن ما قدام داخليه ما فيش ضغط، لكن الدفاع ده ما يقدرش يلعب قدام الاهلي بالطريقه دي. بس كده انت كده جبت عنده نواقص كتير. بس بعد اذنك احنا بقى انتوا نجوم كوره. اتفضل. الدفاع الزمالك دلوقتي غير دفاع الزمالك قبل كده. هقول لك دفاع الزمالك ده قدام الاهلي هنفترض ان هو فتوح في الشمال، عمر جابر في اليمين، مسلوسي متالق جدا كسنتر باك، ومعاه حسام عبد المجيد سردباك. لحظه لا لا استنى بس سردباك شغال كويس. شغال كويس والله. والله شغال وحسام عبد المجيد. المشكله في رايي نص الملعب. لا. مش بس الدفاع، لا يعني لازم نص الملعب يا خضري طبعا يسند مع الدفاع. لان انت بتحط نبيل عماد دونجا بس في نص الملعب وانت بتلعب الاهلي بيزيد. دونجا بيزيد ماشي. دونجا دلوقتي لوحده هيتحرق. دونجا دلوقتي من افضل اللعيبه في الاهلي. بيزيد جدا. لا وهو كمان بدا يلعب كوره. يعني مش بس خد بالك ان الراجل الكابتن بيضيق المساحات عشان يساعد دونجا. يعني ما طبعا بس لازم يكون قدام الاهلي في اثنين او ثلاثه هاف ديفندرز. خد بالك عشان خط الديفنس لو اي فرقه بتلعب الاهلي او حتى الاهلي بيلعب فرقه كبيره ما ينفعش يلعب بهاف ديفندر واحد واثنين بميول هجوميه قدامهم. يا جماعه في واحد بيلعب يعني يعني حتى ده اللي بيعمل غير ولا هاف ديفندر خالص. ده سوريو دي حاجه غريبه. لو من غير باك ليفت ومن غير باك رايت ومن غير رؤيته ايه بس؟ لا رؤيه ايه يا عم؟ ما اقولش صح. انت عارف احنا زمان كنا في شهر مثلا شوال بتقول طالع اشوف هلال رمضان. طب رمضان لسه مش كام يوم. ايه رؤيه ايه؟ لحظه انا بقول لك الراجل هو صح اللي اتعمل. هو الراجل بس القصد ايه؟ القصد ايه يعني الاهلي لما بيجي يلعب مثلا فرق كبيره وانديه كبيره خضر بيلعب بثلاثه بيعمل ايه؟ مروان مع امام مع كريم فاكر الستاره أو كنا دايما نقول ديانج وحمدي فتحي ومروان السنه اللي فاتت او السوليه تخمه الكابتن في الحته دي. لا اللعيبه الثلاثه عندهم ميول دفاع قويه جدا تخمه فساندين مع الدفاع. احنا ما عندناش. لكن انت تخيل مثلا انت مش ساند مع الباك رايت اللي هو عمر جاي. طب هيعمل ايه؟ صحيح. او انت ما عندكش واحد ساند مع الباك ليفت هيعمل ايه؟ ما دي مساحات كلها بشير. صحيح. وفي الاخر لو انت عندك كابتن بشير لو انت عندك لعيب بقدرات بيرسيتاو بتواجهه في على الطرف وتحتيه هاني وبيلعب جنبيه مثلا عمرو السولاي مثلا سي مثلا هاي. لو انت ما عندكش لعيب بيقفل مع ولا ايه؟ انا بتكلم لو مش قافل مع فتوح مع ان فتوح لعيب من طراز كبير. لو ما فيش حد في نص ملعب قافل معاه هيبقى عندك مشكله. فانا قصدي ان لازم برضه مش بس هي كثره لعيبه عندها مهارات طبعا بدليل خد بالك قفشه مش اساسي في الاهلي. في اكتر لعيب مهاري في الاهلي. لا بس هو قفشه برضه اخر اربع خمس سنين نزل شويه. لا بس المؤثر لما بينزل طبعا مؤثر عشان لا قفشه بيفرق لما ينزل مع انا رايي رايي بس لازم لما تنزله برضه تبقى عارف ان انت معيط فرقه شويه انت راكب على الماتش. كلامك صح. قفشه كان قصدي كده عشان ما تظلمش دفاع الزمالك. كلامك صح تمام. في ضبط دفاع الزمالك دلوقتي بقى فيه. خد بالك الزمالك بقى منظم الى حد ما عن الاول. قلت لك كابتن ان فرقه الزمالك فيها 3-4 زي ما قلت لك اسطمبه واحده. الاهلي متنوعين. قفشه ستايله غير حسين الشحات غير رضا سليم غير السولية غير ديانج. كان افضل يجي اثنين هاف ديفندرز مثلا في الملعب بدل 3-4 النواقص كان خضري قالوا كتير طبعا. يعني حتى زياد لما جيت صاب يعني حتى زياد ما شفناه. شحاته برضه انا توقعت ان شحاته هيدو شحاته ما بيديش حقك. هو بيديك حقك اهو. اهدى شويه. ما هو اداك حقك دلوقتي. بدله الاماكن. اهدى شويه. بدل الاماكن. اهدى شويه. انت ما تجيبهاش بعد كده. انا ما صدقت خلصت بس والله العظيم لو شفتك في الملعب. انا اسف. الله. حقك عليا. كان نفسي العب ضد والله. هتوحشني عبد الجليل. كنت هتديله سبعايا؟ بحواجبي. بحواجبك؟ والله يا نهار ابيض. والله. روح للراجل اللي قال لك الراجل اللي بيطلع استاذ مع شبابنا. ازيك يا استاذ؟ الاستاذ. طب انا عندي فكره بس احنا بقى يعني بعد رمضان نعمل نروح للاستاذ. اقول انا جايب لك الاستاذ اهو. لا ماتشات خماسي نشوف السبعات دي هتعمل ايه؟ اعمل كده بس. لا تعمل كده اللي هو ايه؟ مش هتدوس ازاي؟ هتدوس ايه؟ لا بتقول انت عارف يعني. لا بجد. يا كابتن عبد الجليل. يا كابتن ايه؟ منور الدنيا والله. بقول لك يا كابتن بشير زي من لبنان زي ما عملت مع طارق التاي من غير تفاصيل بقى. بس ابعت الفيديو. ها؟ ابعت الفيديو. انا عندي طبعا عندي تقرير عن قال لكم في الفصل ايه الكابتن بشير عمل الزمالك وسوار الغيني كده واستعدادات الزمالك للمباراه يوم الاحد ان شاء الله. بنرجع تاني.